أصدقائي، هيا نتعلم الحروف الأبجدية العربية. هيا نفكر، نتعلم ونقرأ. ما هو الحرف اليوم؟ هل تعلمين؟ إنه حرف صاد. اخترنا لكم أربع كلمات تبدأ بحرف الصاد. هيا نبدأ. صوص، صاروخ، صندوق، صقر. أحسنتي. هيا أصدقائي لنقرأ مع الكلمات التي تعلمناها بحرف الصاد. صوص، صاروخ، صقر، صندوق. والآن هيا نفكر بكلمات أخرى تبدأ بحرف الصاد. هيا أصدقائي لنفكر معا. صياد. أحسنتي. أعطيني كلمة أخرى تبدأ بحرف الصاد لو سمحتي. حسنا أصدقائي لنفكر معا. صمغ. أصدقائي، هل وجدتم كلمات أخرى تبدأ بحرف الصاد؟ اكتبوا لنا كلماتكم المميزة في التعليقات، سنفرح كثيرا بقراءة تعليقاتكم المميزة. شكرا لكم أصدقائي، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. لا تنسوا الاشتراك. إلى اللقاء.